يا إلهنا ومسيحنا، نحن الآن في حضرتك ساجدين بين يديك ملتمسين مراحمك، فلتكن رعايتك لشعبك من جيل وإلى جيل وإلى منتهى الدهر، آمين. سؤال يتردد بين الصدور: أنا من هو وإلى أين مصيري؟ هل تعلم ماذا هو مصيرك؟ لمن أنت؟ وابن من؟ ابن السماء أم ابن العالم؟ هل أنت محسوب على المسيح الذي دفع الثمن فيك غاليا، حبه ودمه الذي يقطر دائما، أم أنك من رعية أخرى تابعة للشيطان الذي يقتنص الفريسة ويزج بها في أعماق النيران؟ السؤال خطير، وعليه يتوقف المصير. فإلى أين أنت تسير؟ هل نحو السماء أم ستبقى في الأرض دفينا وتظن أنه يمكن البقاء في مكان ناء وبعيد عن وجه الله؟ ليس لإنسان مهما أوتي من فطنة أو حكمة أن يهرب من وجه الديان في ذلك اليوم الذي أعده حسب حكمته وعلمه. أعتقد أن كل واحد منا يريد من كل قلبه أن يكون ابنا للراحة وللنعيم، للبهجة السمائية وللعرس الدائم إلى الأبد. الأمر بيدك أنت وبيد كل فرد منا، لأن الله خلقنا أحرارا في الإرادة، ولسنا مقيدين أو مصيرين، بل لنا كامل الحرية أن نسلك الطريق الذي نراه مبهجا أو صالحا لنا. ولكن الذي يحدث أننا نخطئ كثيرا في اختيار الطريق. لماذا؟ قد نهرب من مسيحنا فلا ندري أين هو الصائب من المخطئ، الطريق الصائب أم الطريق الخاطئ. لماذا نهرب من مسيحنا؟ هل يوجد من هو أحن منا، أحن منه، أو هو يقدم عطفا ليس حقيقيا؟ الإنسان كثيرا ما يخدع بالمناظر أو بالمظاهر ويبتعد عن الجوهر ولا يحسب العواقب. العاقبة أو الخاتمة أو النهاية لا بد منها. نحن كبشر نحسب الأيام، الأسبوع ابتدأ إمتى وانتهى إمتى، بل قبل ذلك نحسب اليوم نفسه ونقول أدي اليوم، أدي شمس أشرقت ثم غربت وجاء المساء،
وانتهى المساء وبدأ يوم آخر جديدا. بل ونحسب أيضا الساعة نفسها، نقول الساعة أول الساعة كذا وعدد الساعات. إذا كان الإنسان بيحسب عدد الساعات، الأيام، الأسابيع، الشهور، ونقول أدي فصول السنة، ونعد الفصول ما بين صيف وشتاء، ونقول في ربيع وفي خريف، وتنتهي السنة وتنطوي ونقول وبدأت مرة أخرى، وها نحن في الشهر الأخير لعام بدأ من قريب وانتهى بسرعة، ويبدأ عام آخر، وهكذا تتكرر السنين مع تكرار الأيام والسنين. ونقول بعد كده وعمر الإنسان قد انطوى وانتهى، ليس هنالك من دوام للإنسان في هذا المقر الذي نحيا فيه على الأرض، ما فيش دوام. تبدأ الحياة بميلاد الإنسان وتمر الأيام مع السنين إلى أن تأتي لحظة معينة ونقول انتهى العمر. يعني كل شيء هنا على هذه الأرض له حدود معينة، ولكن الحد الذي لا ينتهي هو السماوات، ملكوت السماوات وليس ملك العالم. فكل إنسان منا عليه أن يختار، ابن لهذا العالم هينتهي من هذا العالم، والعالم نهايته ليست بصارة أو مفرحة. السرور والبهجة والفرح الحقيقي مع البشارة المفرحة والبشارة الصارة التي جاء بها إلينا يسوع. حينما جاء يسوع وولد يسوع وظهر في الجسد بيننا، هنا البشارة المفرحة، هنا كتاب الحياة والإنجيل الذي أتت به السماء إلينا. هنا تقدر تقول أن من هنا نبدأ الحياة المفرحة. ولكن بغير المسيح كان العالم مظلما في تصرفاته، مخطئا في كل أفكاره، ليس فيه ما يسر الإنسان، بل كل واحد بيسعى نحو المجهول. ومهما أضاء الأنبياء قديما بمصابيح أو بشعلات مضيئة من أقوال السماء ووحيها، لكن الإنسان لم يكن يفطن إلى حقيقة الأمر، ماشي مجهول وهو جاهل، هروح فين؟ نهايتي فين؟ أنا عصيت الأوامر، عصاها أبويا وأمي، وأنا سرت على هذا المنوال. الآباء أكلوا الحصرم، الأبناء ضرست أسنانهم، الآباء أخطأوا وعلى منوالهم هكذا صار الأبناء. ممكن نقول أن هنالك توجيه روحي وإحساس داخلي بيبصر الإنسان بالأقوال السماوية وبالأحاسيس الداخلية، بيبصره على أن يسلك في الطريق المستقيم. ولكن ما هو السند وما هي القوة الفعالة التي تشعره أنه هو ابن محبوب لدى السماء؟ ده أبويا الأول انطرد وأنا انطردت معه، وليس للحق أن أعود إلى داري مرة أخرى. إذن هنا في مشكلة، وكيف أرضي السماء؟ أتقرب إليها كيف؟ بالصلوات، بركة، بعض الذبائح أعبر بها عن شعوري أنني خاطئ، أو أقدم شكر للسماء. كل هذه مسائل أو وسائل هي بدائية تربطني على قدر معين بالسماء. لكن مين اللي بصرني؟ النور السماوي هو اللي يظهر لي الحقيقة. من هو النور؟ مسيحنا، إلهنا، نور من نور. ومين يقدر يواجه هذا النور القوي
لو أن هنالك أشعة كأشعة الشمس، من الذي يستطيع أن يحدق فيها أو يتطلع نحوها مباشرة إلى قرص الشمس؟ الشمس بحرارتها وأشعتها وقوتها تقوى على أي بصر إنساني من الاستمرار في النظر إليها، وإن استمر سيفقد قواه على أن يواجهها، ولا شك أنه يفقد قوة البصر. ولو الشمس تسلطت بحرارتها على إنسان ما وهي في قوتها لقتلته وفقد حياته الجسدية على الأرض. لذا يأتي إلهنا في ثوب بشري، مش في القوة الكاملة والأضواء الشديدة. ده احنا هنا لما كنا ننظر كل واحد كان يشوف النور كان يبهر ولا يستطيع التحدق الأكثر، بل إن هذه الأضواء كانت تتشعب يمينا ويسارا رحمة بنا، وإن كان الرب قد أغدقها بوفرة علينا ومستنا بركاتها، وفي الوقت نفسه أحسسنا بنشوة روحية تدفعنا إلى السماء وتوجه وتفتح بصائرنا أكثر فأكثر. إذن يجيء مسيحنا في ثوب الجسد مخفيا للاهوته كي يتمكن الإنسان من التعامل معه، ويجيء في محبة وعطف ورقة ولطف، ويتقرب إلى كل إنسان منا لكي يعرفه حقيقة نفسه، عشان يعرف ان هو ابن من. جاء يسوع بيقول له انت ابني، انت للسماء، انت لست مخلوقا للارض هنا. طب من الذي جاء بي؟ حقيقة هي الخطيئة وما زلت ارتكبها. طب وايه اللي خليك؟ يقول انا ضعيف، هنالك اغراءات وما اكثرها، هنالك مطامع، وخصوصا بعدما تلوث الجسد بتراب العالم وصار هو والتراب واحد، لانه هذا هو معدنه الاصلي، كيف يقوى؟ وكيف الروح اللي جواه اللي داخله تنشط ويبقى انسان روحاني، والعالم بمفاهيمه والارض بمغرياتها والمادة بتأثيرها والشيطان واعوانه بمفاعيله؟ الشيطان اصلا ملاك، وفي كبريائه وغطرسته طردته السماء، وبقي خلاص ملوش اي قوة ان يواجه بها السماء، صار في العالم، سابوا ربنا في العالم. طب والانسان ايه ذنبه؟ نقول هو اخطأ واعطي قدرة روحية وخالف، لكن اعطي وصية والسماء برضها بتسانده. لكن القوة الكاملة والنعمة الشاملة التي تعطى للإنسان كي يستطيع أن يقابل وجها لوجه وأن يصارع مع الشيطان هي القوة السماوية. وكيف يؤتى الإنسان بهذه القوة؟ ضعيف، يجي المسيح يدربه، طفل صغير يقويه، كبر شوية يسنده، تجي إغراءات الشباب يبصره أن قوتك الروحية افضل من مطامعك المادية. اذكر خالقك ايام شبابك، اذكره، صلي اليه. يجي المسيح لانسان منهار قد حطمته الخطية وانغرس فيها الى اعماقه، يقويه ويقومه. يسوع يقول كلكم تعبانين تعالوا الي، يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال، وانا اريحكم. اي ثقل موجود في العالم اكثر من الخطية؟ ان كان عليه دين برضو عنده رجاء ان يسدد الدين المادي، ان كان عنده مرض برضو يقول انا هقوى عليه ارتاح شوية او اتوجه الى طبيب بشري يستطيع ان يعالجني، انا ارتاح شوية استطيع ان اقوى. وهكذا الانسان يستطيع ان يجد دواء لهذه العلل. لكن الانكسار او الهزيمة الحقيقية حينما يخطئ الانسان
ويرى نفسه أنه بعيد عن مصدر حياته. مصدر حياته هو الله. من هو الله؟ هو الله الظاهر في الجسد، جاء المسيح وتكلم معنا وعرفنا طريق الحياة وأمار البصر والبصيرة وقال أنا هو الحياة، يعني تخليك ماسك فيا، وحينما تمسك فيا لا تفارقك الحياة. تتخلى عني تدخل في دائرة الموت، ليس الموت الجسدي، كلنا سنعبر هذا الموت، لكن الموت الروحي. تجد نفسك ضعيف مجرد من النعمة التي تقويك وتجعلك تنتصر على الشيطان. هنالك المواجهة بينك وبين الشيطان، اما تسلم له القياد فيجرك ويدفعك ويزج بك الى الهاوية وليس هنالك من فرار فيما بعد، واما ان تتمسك بمصدر الحياة يسوع الذي يبعث فيك القوة فتهزم الشيطان وكل افعاله الردية. في الحالة دي تستطيع ان تقول بحق انني ابن للمسيح، ابن للسماء، وتبقى ماشي وانت مطمئن وقد اختبرت انه ليس هنالك من قوة تستطيع ان تهزمك. يسوع اللي بيديك القوة هو نفسه، هو اللي غلب، هو اللي انتصر، هو القام من الموت. وبعد اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ الهاوية لا تستطيع ان تبتلعك، الشيطان بكل قواته لا يستطيع ان يزج بك الى دائرة مملكته. انت في دائرة المسيح الذي قال ثقوا انا قد غلبت العالم. من هو العالم؟ الشيطان، الشرور، كل الخطايا ادك قوة لكي تنتصر عليها. مغلوب مما؟ من اي شيء؟ مغلوب من جسدك. جسدك يترمي في التراب، ان اكلته ولا شربته ولا متعته ما يستاهلش. يبقى في الحالة دي لا تسلم قيادك الى الجسد الذي يسقطك في الهاوية، وفي الحالة دي يحرمك من المجد. وعند القيامة تجد ان هذا الجسد بجانب الروح يتعذب هنالك في الهاوية. فين؟ في جهنم، بعيد عن مين؟ عن السماء والامجاد. يبقى في الحالة دي يجحد الجسد ويوم ما كان، لكن فات الاوان. طب النهاردة اعتبروا ثوب مقدس اعطيته من قبل السماء تحيا به في صحة جيدة لكي تصلي وتتعبد وتقضي المصالح المشروعة في هذا الوجود في الوقت المحدود. وفي الحالة دي انت تكون سعيد وتقول اشكرك يا رب على الصحة الجسدية، لكن تقول ناكل ونشرب لاننا غدا نموت. يعني خلاص دي حدودها ان الانسان بعد اكله وشربه وتعبه وجهاده ان هو يطرح في باطن الارض وينتهي مصيره الى دود ينهش ولا قيامة له. لا، وان كان له قيامة تبقى قيامة في مكان لا هو يقدر عليه ولا له نهاية ولا في الوقت نفسه هنالك من يشفع فيه. مغلوب من ايه؟ من المادة. لك نفس انك انت تعمل لك شيد لك عمارة وغيرك بنى عمارات وعمارات، ما العمارات هتتهاوى وتنتهي وتندك وكأن لم تكن. زعلان ليه؟ امر كثير يحز في نفوس الكثيرين. انا عاوز اقول يقول ادعينا صلينا ليه؟ ربنا يرزقنا باولاد، لسه احنا ما جناش. طيب ما الخالق هو الله والعطية منه، وما انت الا ممثل له في الارض. ان اعطيت بنين او بنات ربيهم في مخافة الرب، هي مسؤولية، وان لم تعطى لتكن مشيئة الله. ايه رأيك يا زكريا وانت الاصابات؟ صلينا كتير وما خدناش ولا حاجة. طب ليه صليتوا؟ كان العادة القديم كل واحد يقول الله ده الناس الكويسين، يقول لما يجينا ولد يمكن يكون هو المسيح.
هو المسيح المنتظر. طبعا دلوقتي ننتظر المسيح لما يجي من مجى المسيح وخلص. والعاقر كانت مذمومه وكانت مسكينه عاقر، يقول ما بتجيبش ما بتخلفش. اللي بتخلف يمكن يكون من بينها الناس المبارك اللي هو يمثل فيما بعد المخلص المنتظر. لكن احنا في العهد الجديد لسنا ميراثنا في الاولاد او البنات، دول لا، مش الميراث ده، الميراث ملكوت السماوات. فكل واحد يقول لك انا عايز ولد. دي مشكله وتجربه بيعاني منها الانسان وشعوره منها. طيب لا، واحد تاني يقول ايه، طب ما انا عندي ثروه كبيره، ومين ياخذ الثروه دي؟ ويبقى قاعد كده زعلان ومتضايق. لا الود يمكن في شويه بنات يقول لا لا، والبنات ياخذوها عند ازواجهم. تفكير سقيم وعقيم. ما يقولش للرب الارض وملؤها المسكونه وجميع الساكنين فيها، ما يقولش لها ملك، او ما يقولش كلها تنطوي وتنتهي وكانها لم تكن. لا، هو عنده املاك، عنده اموال وخايف عليها، واذا كانت هي مش هيكون عنده الخليفه او هو الناس يبقى هتضيع للاقارب. لهذا طب ما انت كنت خايف عليها ما تضيعش، ما توصلها السماء بمعرفتك وتلقاها هناك كنوز خالده، ولا هي تفنى ولا تنتهي. تلقى في السماء تلقى نفسك هناك ملك، مش هنا مالك، هناك تلقى نفسك ملك واكثر من امير. تلقى نفسك في المجد وتملك السماوات بحالها، مش العمارات اللي تندك ولا الزلزال يهدها ولا السيول تغرقها. لا، تلقى نفسك هنا في عصرات كثيرة. واحد تاني بيقول ده انا كان نفسي في العروسة الفلانية، ونفسي ونفسي ويجاهد ويكافح ومرضيش بيه، طارت منه الاحسن منه ويبقى مخه مسكين تعبان. وهكذا العكس ايضا، واحدة تقول نفسي في الشاب الفلاني والى اخره. كلها تمنيات ومطامع ومتاعب وخطايا تزل النفس وتقيدها، وفي الاخر انه ولا هذا ولا ذا. تنتهي كل يقول كل شيء كانه قد الريح، ولا طلت ده ولا طال كانه ما خدش، واللي كبر كانه ما كبرش، واللي امتلك كان هناك. ما فيش الكلام ده، التعامل ده في الدنيا ده قليل. قول اوروبا اول السنه هتتعامل بعمله اخرى، كل دوله لها عمله، ده يقول المارك، ده يقول الاسترليني، وكل واحدة تقول ايه اسم عملة، قال لها يوحد العملة. في السماء تنتهي كل هذه العملات، ليلقوا الجنيه ليلقوا زاد ولا نقص، كله ينتهي. اهم شيء تكنزه ايه هناك، لا هقول ولا حاجة من ده، روحك. الكنوز اللي تكنسها في السماء روحك الغالية، الروح التي لا تنتهي، اللي هي بوجودها الانسان بيحيا، واللي بسببها بيفهم. الروح الخالدة، النعمة اللي وجدت في قلبك تحرص عليها عشان روحك تظل نظيفة وتظل مشرقة وتظل ملك للمسيح، وتبقى قاعد باستمرار أنت في حضرة الملك وفي وجود المسيح. تقول حقيقة احنا بالذات في أسيوط وكلنا مش عاوزين برهان، البرهان ما ظهر في كنيستكم اللي احنا فيها النهاردة. في كنيسة من؟ القديس مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، الذي تمتع بظهور وتجلي الأنوار السماوية، الله بمجده وجلاله ظهر بقدرته ومواكب القديسين وأفرح كثيرة احنا تمتعنا بها. بس هنا وفي عيد العذراء لسه القريب موسم صومها من يوم كام، 15 16 17، وعيد التجلي 18 19، الكل رأى فوق الجبل وفوق الدير بالذات أنوار سمائية. وهنا في نفس الوقت جيئة وذهابا تمجد الرب بإشراقاته، يقول له يا موسى انت واقف فين؟ ده أرض اللي انت واقف عليها، ده أرض مقدسة تمشي عليها حافي، شيل حذائك، مش الفكرة حذاء، بيشعره بالقدسية وهو واقف. ايه شافيه؟ شاف شجرة صغيرة نار فيها، والنار لا تحرقها ولا والشجرة زي ما هي خضرة،
هنا ظهور عجيب لربنا، كظهور الذي ظهر لكم عيانا ورأيتموه وقد كساكم بالبركات والمسرات الروحية، وجاءت الأفواج من هنا وهناك لترى مجد الرب الذي أطل من السماء، وقد تفتحت القوى والكل أبصر ورأى. ولغيت النهاردة الرحلات جيئة وذهابا تتمتع بهذه البركات وتلمس الجدران التي تقدست وتباركت بهذه الرؤى. ابن من انت؟ احنا ولاد مين؟ ولاد السماء، ادي السماء مفتوحة قدام. ولاد العالم، العالم يمضي وشهوته ينتهي، هو وكل ما فيه، عظمة المعيشة، شهوة العيون، شهوة الجسد، كل الكلام مقتنع انتهى. تكنس فين روحك؟ اكنزوا لكم كنوزا في السماء. مش هقول لك لا فلوس ولا هقول لك اصوامك ولا صلواتك، قلبك، مشاعرك، احاسيسك، حبك، عواطفك. لكن تقول انا صمت، انا صليت، انا دفعت، لا، السماء مهماش الكلام ده. السماء ما تحيلهاش، ما هيش رشوة، ما هيش تقرب بمظاهر، المهم الاحاسيس اللي جوه. يوم ما تصوم وصايم صحيح، الصوم معناها تجرد، يعني شعور انك انت مش حاسس بالعالم، مش شاعر انك جعان، مش شاعر انك مشغول، شاعر انك انت مسبي بحب السماء. انت في حضرة يسوع الملك وتنظر اليه ولا تريد ان تفارقه، ولا تشعر بجوع، ولا انت عريان، ولا غير. ايه اللي خلاك تعريت يا ادم؟ وانت حاوة تعريت ما جرى لك؟ ما انت هي هي، وراسك وجسدك وجسمك انتوا الاثنين زم. لا، هنالك شعور بالنقص لان الخطية قد سيطرت، النعمة طارت، الطاعة انتهت، الحب اللي كان يجمعهم بينهم وبين السماء اللي بتكلمهم، الله اللي كان بيتولاهم بالرعاية، حسوا ان في فاصل، ان هنالك حائط يفصل ما بينهم وما بين المحب. مش قادرين يشوفوه ولا يشوف ليه غلطوا، مش قادرين يواجهوا. الخطية تشعرني انني والسماء ضدان. طب وبعد كده هنا عمل الشيطان يقول لك راحت عليك، انت غلط وما فيش فايدة. او هنا عاد الشطارة، ان الشطارة اوعى لقيت نفسك غلط قل لي برضي هقوم تاني. ليه؟ لان النجدة موجودة ويسوع المحب واقف ومتألم لألمي ويبكي ويذرف دموعه بل دماؤه تتقاطر في انتظار عودتي. وعندما يرى حسرتي وأنيني وألمي يقترب بخطاه وبسرعة، يضمني إلى أحضانه ويقيمني من عثرتي ويعطيني قوة جديدة ومصل جديد ودواء تاني ويشددني ويقويني وقل لا تشمتي بي يا عدوتي حتى وإن سقط أقوم. يعني مش أنا مش هكون، مش هظل في قبضة الشيطان. الشيطان أقول له يخزيك يا شيطان، أجحدك يا شيطان، كما جحد أبوي وأمي والإشبين بتاعي في جرن المعمودية وهنالك نيابة عني قالوا بالحقيقة نؤمن بإله واحد اللي هو يسوع المسيح، لازم أرجع لمعموديتي وأصير معتمدا لدى يسوع أنني ابن من أبنائه وأن السماء هي مصيري وأن الجلوس في وليمة الملك في عرس السماء هي اللي أنا مدعو إليها. أما الشيطان بعيد عني، مليش داخل بي، العالم بكل مفاهيمه مليش مصلع بي، شايفه لكن أبتعد عنه. الخطيئة أمامي ولكن أرسم علامة الصليب وأقول يا يسوع قوني. يهرب الشيطان وتهرب الخطيئة وأجد أنني في يد إلهية قوية أناديها وأقول يا يسوع أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. انصرفوا بسلام، وسلام المسيح فليكن مع جميعكم.